وزوج خواتاتو بنات راحوا مع باباهم في الطوموبيل ما قسنطينا هادو ستانكا تاع صاحبي خويا كيروح من ليكسكيرسيون كاع خمسه من الناس مسطرين بوكل داروا اكسيدون بليزار بريد ايماجين صغير في العمر انا شفت الوقت هذاك جافي 17 سنه هو صغير عليه بعد عامين ولا سخايل كانت دارهم معمره من نهارو لقى روحو وحده في الدار تجي اكثر من الكهرباء تسمى واحد يقول الحمد لله والله يا اخويا انا تحب تروح روح انا من عندي راه بصح كاين عفسه ماشي حراك هذا ما كان انسان لازم كيما قلت تكون عنده التقوى ويكون عنده ريفلكس في راسه صح تغنيت دايوغ على الحرقه بيان سور دايوغ ندوزو الكليب ديالك ونعود بعد الفاصل جوست ابري سيت بوز ريستي برونشي في تحميسات الباب نشرب اللخر احنا جينا باش نروحو يا خويا جبنا 1500 اورو هذا باش نكسب خويا نعطو الرايس 100 اورو ولا الرايس دينا واش رايك خو لا تقدر تخرق يا با وتهضر احنا شريكي كيفاش تروح حابس تروح دوكا وين تروح احكي معاه يا اخي شوف السيد مخربط على بالك السيد مخربط خويا خليه يسوق البابور بعقلو واش بك غير الخير جان اي كيفاش راه الاسبانيا دركا زعما هكا بنت لك صراحه راه شو بيك هذه في وول ديزني شانل اللي ما كانش اخويا جينا نحرقوا هذا واش بيك انت مريض ما خاصك انا حايف تحرقوا معايا اسمع 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 دقيقه اسمع دقيقه دقيقه برك كيفاش تحرقنا كاع كيفاش نتحرقنا هري 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 اسمع اهدر سمعك جبد روحك ايش بد روحك ابي شنو تحرقنا بالبريكي بريكي امين بريكي انا سريع هبط يدك ما تقيت شبد يدك اسمع هبط يدك اسمع بينك شوف انا محبش بنادم الحقار انا ما نحقار لا لا ما تقوليش نحرقك لا لا حتى واحد انا قلت نحرقك ياك قلت تقول لي نحرق انتم شوف عاد فهمت على حنا ما ننجحوش باسكو حقار يشوفوا هاد بيض صارتي يقول لك برك حيلو يا اخي يا اخو بس ما تقوليش نحرقك نلقاو حل قال نعاونوا بعضنا اوكي ما تقوليش نحرقك ونشيدك تعاوني تعاوني والله نعاونك باش اللي نقدر عليه وعليه لا لا اخويا مازالوا كاين الرجال مازالوا كاين الرجال خويا نعاونك صادروا بلا حاجه صحه تعاوني نمشيو بصيف رجله بس افون صراحه انا بصيف رجله والله غير صيف رجله اجبد ليسونس ونحكي اعطيه للسيد واروح نحكي صح نحكي تحكي معايا نورمال بصيف رجله نحكي والله نحكي خويا من قبل وانا والله ما نفتحها ها قلت والله ما نفتحها قلت والله ما نفتحها يا امين بالعقل خويا بالعقل واش بيك هذيك الكاميرا كاجي واش بيك امين ليسونس امين ليسونس يا امين ليسونس بالك احكي معايا ما عندي درك احكي معايا اخلاص تقول ليش نحرقك احكي معايا نحكي معاك خلاص احكي معاك ريح سهاري اروح من اروح شوف خونا منه علاك انا وعندي واحد الزهر شما يا خو زهري غير في المهابل على بالك غير المهابل ريح نهضروا شغل جا الكبار ريح نهضروا كي الكبار ريح أمين نهضر معاك صح أقسم بالله ليميسيون هادي شطرت الخطر صحيت لي وقلبي هارب منها أخويا الزهري يا أخويا غير في المهابل ديما أنا ديركم الخير علاش راكم ديروا أخويا حبيت واش خاصك باش نعاونك دير لي فيزا ما قلتلكش ندير لك فيزا بصح يا أخويا والله نهضر مع الناس عليك والله والله نهضر بصح أخويا حبيت نقول لك عندك يتحرق الناس شو بيك خويا نطفل فريد عند والدي انا بابا كبير انا وكان نموت هو قبل يموت يسمع عندي مرا في رقبتي راجل عندي ما هذه كيف كيف هذا السي محمد ما عنده السمانه ملي زادت عنده طفله خويا هذا كيف كيف نضرب العقل كل شيء عنده حل نحرقك تعرف دلي ليسونس بريكي مهبول انت معنا اصبر قاتل المهابل اخويا غير المهابل على بالك على راكم تيبسوا في راسكم هكا على راكم تيبسوا في راسكم غير المهابل اخويا كيفاش يفونا رشيتني ورشيتو تقول لي شي اسمعني اسمعني هضر لك زوج كلمات رشيتني حق ربي المعبود تشعل بريكي غير نشعلك اقسم بالله على تشعل فيه واش قال نعاونك يا احمد ساو مزبعه ربي رشني ورشو اروح ريح معايا اخويا اروح قابلني يا خويا نحكيو هاي يا سيدي هاي فراس اخويا كل شيء عنده حل حاجه واحده ما عندهاش الحل الموت لا عندها حل الموت الموت اللي يخدم مليح خويا تقدر كل شيء في حل ابار الموت ما فيش حل برك تسمى ورا الموت ما كان والو حبيت نقول لك حاجه انا والله راني فاهمك صدقني انا في الديبي مع شكون هضرت وراه اللي هضرت معاه واش قلت لك
كي قلت لي حرقوا قلت لك يا حليل انا على بالي انا جون كيما انت وما عندي 36 سنه ماشي عندي كيما انت الناس تشوف تقول لك فنان لاباس بها انا ثاني عندي انا سكنه ما عنديش دوك ما يحبسوناش يشوفوك لا وين دبوا عليا وين يعرفوني يا راجل الهيك انا هنا يعرفوني هنا يا شكون يعرفوني يا راجل سيدي عليها يا راجل يعرفوني هنا يعرفونا كي ندير حفلات ليه الجزائريين يعرفك واحد فرنسا يعرفك جون بول ولا جون بيير ولا ميشلين ما تسمعش بيك كاع يا راجل صح رونديلا سيرفيس يا خويا والله حسين عنكم بشي اللي كان باش تعاوننا تجي معانا وعاودي يجيبكم كيفاش نجي لحالي؟ روح اسبانيا وعاود رجع نفهمك عفسه سمعني سمعني انت ماتوا صحابك معاك انت ماتوا صحابي هذيك اس ام اس هذاك ميساج من عند ربي لايف ديته كل حاجه وكل واحد مكتوبه اخو كل واحد ربي كيفاش هذا بانفسكم الى التهلكه هذه كبير هذا روح اسبانيا تقول التهلكه كيفاش ندخل روحي فيها قدر الله ما شاء فعل قال لي ست شهور ست سوايع السوايع اللي وصلونا الله السوايع لا اله الا الله حبيت نقول لك ديجا كيف طالع بصاك ودو لي زاجون هنا يحميه قلتوا انت جيت الدخان طفينا التليفون نحيتوا كل شيء ما سكتوا لي ساكودو هذه عرفته في الفيسبوك حبيت نسقسيك خويا معليش انا معليش تقدر تعطيني الساكودو هذاك اه كفاله ما فيها والو زعما شنو ما كان والو عطيني برك الساكودو فيه في الداخل هذه الصوص تما عطيني الساكودو هذاك على بالي على بالك حاجه نهضروا حاجه اه خلاص انا نهضروا حاجه دوكا يا تريحو ترونكيل يا تهلا فيك انا وامين ماشي كاسيون ماشي كاسيون خويا شوف العنف هو اخر طريق انا والله نحشم نهضر مع رجالك وكماش تكشرفت ريح ريح ابي خويا والله غير تريح ابي شوف ريحه خويا معليش ما كان والو شوف صاحبي كماش تكشرفت ريسونس انا انسان مسالم خروف ودود امين انت خروف ودود دونك موعدنا في العيد الاضحى ماشي في شهر رمضان اخويا حبيت نقول لك عفسه راني وليت فاميليا وخاطيني المشاكل انا كما صراتش العفسه تاع واش يسميه جيريكانا هما انا نفهمك انا ما قاول معروف ودود مسالم بصح ما نحبش واحد يركب عليا انا قا ما نحبش نقول لك عفسه واحد يحب الحقرة اخويا والله راني معاك قلب ورب انا حاس بكم باسكو انا كيما نتوما جان كيما نتوما انا جينا نحرقوا انا سمعت حرقه قالت لي تورني حبيت نسقسيك حبي قلت حرق غير اليوم بابا واش باقي مال الله يبارك ما يروحش وين قال لي رحت لتسوايع اسبانيا في اسبانيا 6 قال لنا 6 اخويا معليش لا 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 معليش نعاودو نقولو اخويا كي نوليو من بعد روح في فلوكا في جيريكانا في برميل هيا عندي ماريو راسهم يابس هاي نروحو حطونا اخويا وحرق على روح كلها لا لا قعد قعد خويا خلي تشبك شو تشبك ربي عينك هاي لابوي روح تشبك انت اللي تشبك اخويا انا تشبك راه في البابور لا لا علاش تبارك علينا نتايا تبارك لك بالصح وراك رايح اه وين انا رايح وين تحب نروح انا حرق وين نروح بس ما تدري يا اخو عييت 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 كرا اسمع شعرها شعرها اسمع ريح نهضر معاك قلت لك انا مالك البريكي البريكي امين جدو حسين اه يا امين اه ما تروح لا في جيريكان لا في بسينا اقعد غير في الباخره على خاطر هذه الكاميرا المخفيه تحويصه في بابور امين تيجي في ضاحيه الكاميرا قال شي تحويصه في بابور ياسمين احمد ميرو يا ابي واش يقول امين الببليك في رمضان والجمهور تاع الجزائر تي في نقول لكم صحه رمضانكم صحه فطوركم تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله هذا العام يفوت خير من العوام اللي فاتوا كاع ان شاء الله يا ربي اي انسان عنده في قلبه حلم صافي شباب في البوزيتيف ربي يحقق خويا ونقول لكم العفسه واحده اخرى جدو حسن ما قدرتلوش ابي طير ايكيب واعره ياسمين ما نحكي لكش خونا يبكي دمعه وخنونه بالسيف نموت عليكم اعطيكم الصحه اما انتم مشاهدينا